السبب الحقيقي في القبض على حنين حسام للمرة الثانية، وهذه آخر رسالة لها. تطورات جديدة شهدتها قضية فتاة التيك توك حنين حسام، لتعود مرة أخرى البلوجر الشابة لتتصدر الترندات من جديد، وذلك بعدما أقرت محكمة الجنايات القاهرة بضبطها وحبسها مع مودة الأدهم وثلاثة أشخاص آخرين. وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس ضبط المتهمة حنين حسام وحبسها على ذمة قضية الإتجار بالبشر. سبب القبض على حنين حسام: النيابة العامة وجهت لكل من حنين حسام ومودة الأدهم تهم الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع الآخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدات ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، بالإضافة إلى تهمة تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيها وحساباتهما، ما وصفتها التحقيقات بأعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري واستغلالا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهن للمال والوعد بإعطائهن مبالغ مالية. رسالة حنين حسام الأخيرة. ونشرت وسائل إعلام آخر رسالة نشرتها فتاة التيك توك حنين حسام، وذلك قبل ساعات من القبض عليها بأمر من محكمة جنايات القاهرة، وقبل ساعات من قرار المحكمة بضبطها. شاركت حنين حسام مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي على تطبيق تيك توك تعاتب خلاله شخصا مجهولا على عدم اهتمامه بها، قائلة: ما دخلش حتى يقولي كل سنة وانت معايا، ما دخلش حتى يقولي يا شيخ منك لله، يا جدع العيش والملح. ووجهت رسالة غامضة عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي على انستغرام، قائلة: لما نبهك على حاجة اكتر من مرة واقولك اني بتضايق منها وتعملها تاني، يبقى بعدها كل واحد حر في تصرفاته، ما تسألنيش بكل غباء ليه اتغيرت وبعد. مصير حنين حسام. وحول مصير حنين حسام يقول المحامي خالد محمد المحامي بالنقد: إن قوات الأمن يجب عليها تنفيذ قرار المحكمة بضبط حنين حسام وحبسها على ذمة القضية وعرضها على المحكمة الجلسة المقبلة محبوسة، وذلك لتغيبها عن حضور الجلسات. وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية برأت حنين حسام ومودة الأدهم وثلاثة آخرين من تهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300,000 جنيه وتأييد الغرامة لمودة الأدهم فقط. وقالت التحقيقات ارتكاب مودة الأدهم وحنين حسام وثلاثة آخرين جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين، هن فتيات استخدمتهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائهن على منافع مادية، وكان ذلك استغلالا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهن للمال والوعد بإعطائهن مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالبشر.